السلام عليكم، معكم كريم وزهوي. ابتعدت عن اليوتيوب لكن كان الزامي عليا واجب عليا باش نعمل هذا الفيديو. الدوله ديالنا حاليا كتمر بواحد المرحله مفصليه على احتواء فيروس كورونا، هذا الفيروس القاتل اللي كيهدد العالم باسلحه. لاول مره كنشوف بان الدوله ديالنا عملت كل ما في جهدها واتخذت قرارات جريئه واستباقيه باش تحتوي الفيروس كورونا. الان الكره عندنا، حنا المسؤولين حاليا، كاملين بينا نحاول ما امكن نكونوا مسؤولين، نكونوا جديين تعامل مع هذا الفيروس القاتل. حاولوا ما امكن الابتعاد عن التجمعات، حاولوا ما امكن الابتعاد عن التجمعات، يعني اي مكان اللي يكون عمر بالناس حاولوا ما امكن تبتعدوا منه. ايضا حاولوا ما امكن غسل اليدين، غسل اليدين يعني ركزوا عليها بواحد الوتيره اللي كبيره. حاولوا ما امكن تغسلوا يدكم مرارا وتكرارا في النهار، كل ما تشوفوا بانكم طشتوا في شي مكان اللي ممكن ينقل لكم العدوى حاول ما امكن تغسلوا يدكم. ايضا ما تنساوش ما تخرجوش من الدار، خليك في دارك باش تنقذ الاسره ديالك وتنقذ الوطن ديالك. خليك في دارك، اللي ما عندوش علاش يخرج ما حتاش يخرج. ايضا نقطه كنبغي نوه ليها هي ابتعدوا على الاشاعات. حاولوا ما امكن ماشي اي مقاله تقراوها تيقوها، ابتعدوا على الاشاعات والناس اللي كيكتبوا الاشاعات في هذه الظرفيه الحرجه اللي كتمر بها اللي كيمر بها العالم والوطن ديالنا. كنتمنى من صميم القلب ابتعدوا على هاد بحال هاد الاشاعات، وراه الدوله ديالنا تضرب بيد من حديد على اي واحد كيمارس مثل هاد الممارسات اللي كتزيد الرعب اكثر ما هو كاين حاليا في الشارع المغربي وفي العالم كامل. ما تزيدوش الرعب اللي في الشارع المغربي تزيدوا تكملوا نتوما. حاولوا ما امكن توعوا بعضياتكم وحاولوا ما امكن تبقوا في داركم. ابقوا سالمين. بيس.